أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية المباشرة. وفي هذه التغطية سنتناول ملف التدخلات في الشأن المصري الداخلي. الحقيقة دائما تحرص مصر على احترام دستورها وقانونها، وهي لا تتدخل في الشؤون الخارجية لأي دولة أخرى، ومن ثم لها كامل الحق في عدم التدخل في شأنها الداخلي في ظل الإجراءات التي تجريها هذه الأيام الدولة المصرية بشأن الانتخابات الرئاسية. أصدر البرلمان الأوروبي بعض التوجيهات والآراء والتعليقات حول هذه الانتخابات وإجراءاتها وما يتم في مصر، وترتب على ذلك رفض كامل لكافة الأحزاب المصرية والبرلمانيين والحقوقيين وأيضا مختلف العاملين بالحقل السياسي لهذه التدخلات السافرة في الشأن المصري. فالانتخابات الرئاسية هي حق يكفله الدستور للشعب المصري وحده في اختيار من سيكون رئيسا للبلاد، من يحكمه في الفترة المقبلة، وليس من حق أحد كان ما كان أن يتدخل في هذه التدابير وهذه الإجراءات. البرلمانيون والأحزاب السياسية انتفضوا رفضا لهذا التدخل، ودعونا نتعرف من خلال هذه التغطية على آراء الأحزاب والقوى السياسية حول هذا التدخل السافر. ويسعدني أن يكون مع الهاتف دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار. دكتور عصام تحياتنا يا فندم. مشاهدين وكل سنة ومصر كلها طيبة بمناسبة 50 وحرب أكتوبر. وحضرتك طيب وبخير يا دكتور. يعني دكتور كان الأحزاب المصرية والبرلمانيون موقف معلن وواضح بعد بيان الاتحاد الأوروبي، كيف ترى هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري؟ هو حضرتك احنا الحين لما قرينا التصريح او المقترح اللي رفعه البرلمان الاوروبي للاتحاد الاوروبي لفت نظرنا ثلاث اشياء. الشيء الاولاني وده يمكن مذكور في بياننا انه متناقض، انه قال انه تناول بعض الاشخاص من ضمنهم السياسي الليبرالي هشام قاسم، وقال ان هو محبوس على ذمه قضيه وهي قضيه جنائيه وهي ليست قضيه سياسيه. فهنا هو بيناقض، دي قضية جنائية وليست سياسية، لأنه الجزء له جزئيتين. الجزئية الأولانية كان سب وقصف، والتاني التعدي على موظف عام، وكلتا من المادتين دول أو تلك من العقوبتين دول بيعاقب عليهم أي مواطن مصري بقى. يعني مش كون إنه سياسي وليبرالي هيبقى محصن من هذا، لأن ده احتراما للدستور. ثانيا لفت نظرنا إنه قالوا إنه كفالة 150 يورو ما يعادل 150 يورو ورفض دفعها، يعني حاجة قليلة جدا ورفض دفعها. هو يعني هل هو مصمم انه يقعد موجود جوه عشان يتاجر بهذا الموضوع؟ ثانيا حضرتك فوجئنا ان حاجة تانية، المفروض ان البرلمان الاوروبي، وده ذكرناه في البيان بتاعنا برضه، نعم، انه بيحترم يعني من البرلمانات اللي هي اللي كلهم يعني تقريبا الديمقراطيين الليبراليين اللي هم المفروض انه بيحترموا الدستور والفصل بين السلطات. بنفاجئ ان في عباره لفتت نظرنا جدا، انه بيناشد السلطات المصريه اي السلطه التنفيذيه بالافراج عن هشام قاسم فورا. هو كده مش ده بيتغول على السلطه القضائيه؟ صحيح صحيح، نعم نعم. اذا هذا الحقيقه انا يعني ده لفت نظرنا الجزئيتين دول. الجزئيه الثالثه انه ابتدى يتكلم على موضوع الانتخابات والتضييق على بعض المرشحين. طب من اين انت؟ المفروض انه البرلمان الاوروبي ده شيء المفروض يعني ان هو بيستقي معلومات موثقه، وده اللي احنا قلناه برضو في البيان بتاعنا اللي تم الرد على بيانهم. الحقيقه انه المفروض يستقي من معلومات مش من كلام سوشيال ميديا من الجهات الرسميه والمعنيه، اتهامات نعم لدوله بحجم مصر. صحيح. الجزء الاخر اللي احنا تناولناه بقى ليس فقط هو عمليه الاخر، انا افتكرت حاجه تاني كمان، ذكر اسم المسجون على قمه قضيه علاء فتاح. علاء فتاح مش مسجون سياسي، علاء فتاح كان محرضا على قتل رجال الشرطه وعلى قتل رجال الجيش. هل التحريض مش معاقب؟ هل هم عندهم في اوروبا لو حد حرض حتى لو بالكلام على
القتل مش عندهم عقوبات لهذا الكلام؟ ونحن يا دكتور يعني لم نعقب ولم نتدخل في اي شأن اوروبي او غير اوروبي يعني. نعم نعم. اللي لفت نظرنا بقى في الاخر وده كان الجزء اللي احنا بنسميه ايه بقى، ان احنا مش هندافع عن نفسنا لكن احنا هنعاملهم بنفس المعاملة اللي بيعملونا بيها. الحقيقة ان هم هل هم ما عندهمش مشاكل للمواطن الاوروبي؟ هل لماذا لم يتدخلوا حتى الان؟ يعني نعم يا دكتور صحيح، يعني عذر المقاطعه، ده سؤال يعني، لماذا لم نجد اي دوله اوروبيه تتدخل من قبل في شان اي دوله اوروبيه اخرى كان ما كان عندها من وقائع؟ اليس هذا الامر يعني هو فضيحه الكيل بمكيالين ولا زالت مستمره برغم كل ما يشهد العالم من تطور؟ بالظبط حضرتك، انا بقول لحضرتك متن البيان اللي احنا بعتناه وتم ترجمته واتبعت للاتحاد الاوروبي، هو سؤال بس. احنا برضو كحزب مصري الاحرار حزب ليبرالي يدافع بحقوق الانسان، اليس من حقوق الانسان اللي هم بيدافعوا عنها ان هم يتدخلوا بصوره جديه لرأب الصدع اللي موجود في الصراع الروسي الاوكراني اللي تاثر بيه العالم وتاثر بيه المواطنين الاوروبيين عندهم ايضا ارتفاع الاسعار وقطع خدمات؟ لماذا لم يتدخلوا لحل المشكله الحدوديه بين اذربيجان وارمينيا اللي ترتب عليها كثير من المشاركين والاحداث الفلسطينيه؟ والاحداث الفلسطينيه ده موضوع قديم وهم يعني يغضوا البصر عنه. نعم. انا بكلم حضرتك على الاحداث الانيه، لماذا لم تتدخل في الصراع الموجود الان ما بين صربيا وكوسوفو وصربيا؟ بيترتب عليه ايضا تشريد، بيترتب عليه قتل وكده. طب ما اهتموش ليه بقى بالدعوه اللي نازله على الجارديان يوم يوم 26 اللي بتقول ان السجون في بريطانيا تم ملئها بالكامل حتى ثلاث ارباعها، وبريطانيا الان تبحث عن مكان خارج الجزيره المملكه المتحده لسجون اخرى تضع فيها مساجينها. وبعدين بيطالبون احنا بالافراج عن المساجين، هو مين بقى اللي عنده مساجين؟ وعنه هو دايما بيفترض مساجين سياسيين مساجين سياسيين، كله كلام مطرف، كله كلام الهدف منه هو زي ما بيقولوا ايه المشاكسة والمداعبة في العملية الانتخابية القادمة والتشكيك فيها. فده طبعا مرفوض شكلا وموضوعا، لا نتدخل في شؤون الاخرين ولا نقبل من الاخرين ان يتدخلوا حتى لو باقتراحات لماش قرارات وغير مؤثرة لهم بيخاطبوا الاتحاد الاوروبي، لكن من حيث المبدأ هذا كلام مرفوض تماما. نعم دكتور، يعني كيف ترى لجوء احيانا الكثيرين وللاسف ده شهدناه على مدار فترات طويله وسابقه الى الخارج والاستقواء بالخارج ضد الدوله المصريه وللاسف هم مصريون؟ هو ده حضرتك في بيان احنا كنا ذكرناه ان هناك مصريون ورجال اعمال مصريون وسياسيين مصريون يعني يحملوا الجنسيه المصريه ولكن لا يدافعون عنها، هي مصالح شخصيه بحت. نعم. يعني ده استقواء بالخارج، والمفروض ان الكلام ده يعني ليس فيه اي جزء من الوطنيه اطلاقا. انا هناك خلاف نحله داخل الوطن لو كان هناك خلاف فعلا، لكن كل ان انا بستقوى بالخارج دي معناها ان انا ضعيف، ما عنديش حجه قويه اقنع بيها اخويا اللي في الوطن اللي المفروض ان انا اشكيله. وبعدين ما كان في حوار وطني قريب، كان كل الطيران المعارض موجود، فبالتالي ده شيء مؤسف الحقيقة. ومش عايز اقول هو موجود منذ فترات طويلة جدا، موضوع ان بعض الافراد اللي موجودين في الداخل للأسف الذين يحملون الجنسية المصرية بيستقوا بالخارج يعني. الو الو. نعم نعم دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف. وتنضم إلينا مشاهدينا أستاذة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر. أستاذة جيهان تحياتنا يا فندم. تحياتي، صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين. يعني أستاذ جيهان، يعني ما هو موقف حزب مصر أكتوبر من التدخل السافر في الشأن الداخلي المصري من جانب وقبل الاتحاد الأوروبي؟ يعني طبعا انت حضرتك قلت هو التدخل السافر والغير مقبول من الشعب كله على فكرة، مش ليس من السياسيين فقط لا غير، ولكن احنا كمان بنمثل الشعب. ما الأحزاب صحيح ممثلة للشعب. نعم بالظبط كده بالظبط كده، فده تدخل غريب وغير واضح ومش مفهوم هم ليه دايما حاطين مصر يعني
قدامهم، يعني هو فيش دول اخرى غير مصر. هو سؤال بس انا نفسي اساله ليهم، ويا ريت والله احنا نعمل بحث دبلوماسيه كده ونقعد ونتكلم معاهم وييجوا يشوفوا مصر، ندعوهم كمان لزياره مصر ويشوفوا التطور الهائل اللي حصل في مصر الفتره الاخيره، يشوفوا حقوق الانسان، ملف حقوق الانسان نفسه احنا قدرناه ازاي هنا في مصر، يشوفوا ان مصر فيها مؤسسات بالفعل تشريعيه ورقابيه، فاحنا مش محتاجين منهم هذه الولايه اللي هم بيتكلموا عليها. ثم هل الشخص اللي مش عارف يجيب توكيلات له علشان يبقى مرشح، بس مجرد مرشح رئاسي، طب في حال ان انت جمعت التوكيلات الخاصه بالسياسه وهتسقط، لان الشعب ما يعرفكش، الشعب مش يعرفك، نعم، ايه اللي هيحصل نعم. بعد كده؟ يعني انت هتعمل ايه بعد كده؟ او هيكون دور البرلمان او الجهات الاخرى هيكون دورها ايه بعد كده؟ هم متربصين لمصر، ده شيء واضح. اي تصرف بيحصل بيتاخد بطريقه معكوسه. نعم. يعني حتى مطالباتهم بالافراج عن هشام قاسم. انت عارف ايه الموضوع؟ قلته يعني يا دكتوره تفسري بايه يا دكتور؟ يعني رفضهم لاستقاء المعلومات من المصادر الرسميه ومن ارض الواقع، واستقاء هذه المعلومات من اطراف لها مصالح واهداف مغرضه تجاه الدوله المصريه. هو ينفع حد يا فندم حتى في الحياه العاديه يسمع خناقه من طرف واحد؟ ولا المفترض لما حضرتك بتسمع من الطرفين عشان تحكم؟ بالتأكيد. وليه هم مصممين ان هم يستمعوا لطرف واحد فقط هو هدفه الوحيد ان هو يضر بسمعه مصر؟ صحيح. بسمعه القياده السياسيه بمصر، وهو افتراء وكذب، ما فيش اصلا اي حاجه من اللي اتقالت. هو يعني الشخص ما يكون غير قادر على ان هو يعني يجمع توكيلاته، او يكون هو قادر على ان الناس تستقبله بالترحاب او هو ده شعور الشعب المصري. نعم. مش حد اجبرهم على ذلك، هو حد اجبر الشعب المصري عشان ينزل يقول للرئيس احنا رشح نفسك؟ هل حد اجبرني انا كحزب سياسي بمثل عدد كبير من المواطنين المصريين ان انا اطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لولايه جديده؟ اكيد ما حدش اجبرني على ذلك، ولكن احنا بنحب بلدنا، بنفكر كويس جدا من هو الشخص الذي سيقود المرحله القادمه، هي نعم. دي مصر، بلد بحجم مصر، اي حد كده يقول انا اترشح ابقى رئيس فنقول له اهلا وسهلا تعالى؟ بالتاكيد لا، ده امر مرفوض تماما، وامر مرفوض تماما تدخلهم هم في الشان المصري، ومش اول مره، يعني كثيرا هم بيتدخلوا في الشان المصري، واحنا عندنا قيادات سياسيه وعندنا هيئات تشريعيه ورقابيه هي المنوطه بكل هذا، ودستور وبرلمان. يا استاذ جان، يعني طب بالفعل صدر ايضا بيان عن البرلمان العربي بيؤكد رفضه لاي شكل من اشكال التدخل الخارجي في الشان المصري الخاص، يعني كيف ترين هذا البيان؟ لا، هذا طبعا بيان يعني محترم ويدين، يعني هو يعني عشان حتى الدبلوماسيه، ولكن هو يدين ما يعني يقوم به البرلمان الاوروبي تجاه مصر. وبعدين انت ليه اصلا ما بتشوفش الدول اللي انت فيها؟ ليه ما بتبصش لفرنسا؟ ليه ما بتبصش لحقوق الانسان في فرنسا؟ واتعدي اسافر على حقوق المواطنين هناك؟ انا بكون موجوده احيانا في الاوقات اللي حصلت فيها الثوره في فرنسا. احنا شاهدناها على الهواء يا استاذ جيان. يعني لا، انا بقى كنت في الحدث على فكره. يعني انا قعدت فتره طويله جدا جوه هذا الحدث، شفت التعامل السافر مع المواطنين كانت حاجه مهزله، لدرجه ان انا اصبت بالاختناق في الشانزليزيه، وبنتي خدتني ودتني على الاوتيل بسرعه علشان تبتدي الفوطه فيها ميه ومش عارف ايه والاجراءات اللي هي دي. يعني تعدي سفه وضرب للناس وشدهم وسحلهم في الشارع. طب انتوا فين في الدول بتاعتكم؟ ليه مصر تحت؟ يعني هو سؤال يا استاذ جاني. نعم، ايضا اكبر منهم وافضل منهم. صحيح. وهتكون احسن منهم وافضل منهم، واحنا عندنا قياده سياسيه. انا نفسي بس الناس تشوف بلدنا كانت ايه وبقت ايه علشان يقدروا يفكروا. الناس على فكره انا مش بتكلم المواطن المصري، مش بتكلم عن الناس اللي قاعده على السوشيال ميديا المأجورين اللي بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يشوهوا سمعه مصر. والاحداث دي احنا شفناها على فكره قبل 2011 وفي 2011، فانتوا فاكرين ان هم هيعيدوا هذه المهزله مره اخرى؟ استحاله الشعب المصري يعيد هذه المهزله مره اخرى. نعم استاذ جنى، يعني هو السؤال لا يعلم اجابته الكثيرون من المواطنين، يعني هل نحن نعلم كعرب ليس مصر فقط ماذا يجري في داخل الشؤون السجون الانجليزيه الفرنسيه الايطاليه الالمانيه؟ هل نعلم من هم داخل هذه السجون؟ كيف تتم اجراءات و
تتخذ قرارات الحبس والاعفاء وما الى ذلك؟ يا فندم احنا عارفين كل البث اللي عندهم في السجون وكل شيء، بس احنا دول محترمه لا تتدخل في الشؤون الداخليه يعني لاي دوله. هل سبق لنا يا استاذ جيان ان اصدرنا اي من التعليقات حول هذه الامور؟ نهائيا نهائيا. نعم. نهائيا. كل واحد له بالشان الداخلي بتاعه، كل دوله لها شانها الداخلي. لماذا؟ لماذا؟ وليه لما احنا ابتدينا نطلع والدوله تبتدي تستعيد نفسها مره اخرى بعد انهيار كان كامل، بعد ما كنا، طب ليه ما بيقولناش يقولوا لنا طب اتفضلوا مدوا اياد العون عشان نبني البلد؟ ليه دايما في اعتراض على كل شيء؟ ليه دايما كل حاجه بتحصل ليه ما بيشوفوش غير الحاجات السيئه ويسيبوا الحاجات الكويسه؟ ليه؟ نعم. ليه ما بيشيدوش بالتنميه والتطوير والاصلاح والنهضه اللي حصلت في مصر؟ نعم. بالرغم ان احنا على فكره النهضه اللي حصلت في مصر دي تدرس، يعني اقول لك بص على ماليزيا وسنغافوره، لا يا جماعه بقى بصوا على مصر. نعم بالتاكيد يا استاذ جيان، هو هذه البيانات هي كاشفه للنوايا شاء وام ابو. استاذ جيان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر، انا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخله. وينضم الينا الاستاذ محمود دسوقي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع. استاذ محمود تحياتنا يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني موقف الحزب من يعني البيان الذي اصدره الاتحاد الاوروبي و مبدأ وفكرة التدخل في الشأن المصري المتكرر بحجة وبدعاية حقوق الإنسان وعدم استقاء معلومات لبناء هذه البيانات أو إصدارها من الجهات الرسمية. طبعا حزب التجمع أصدر بيان رفض فيه بيان الاتحاد الأوروبي، وإحنا شايفينه أنه تدخل في الشأن الداخلي المصري، خاصة وأنه تناول موضوع متعلق به حقوق الانسان والانتخابات الرئاسيه، واحنا شايفين ان النضال الديمقراطي من اجل الحريات العامه وحقوق الانسان بشكل عام وكمان سلامه العمليه الانتخابيه هو شان مصري وطني خالص. وان مثل هذه البيانات اللي في الحقيقه ما هياش جديده، هناك بيانات دوريه متعاقبه تصدر عن البرلمان الاوروبي، وكل البيانات التي صدرت في هذا الشان هي ابدا لم تكن لصالح شعبنا، وكانت تعدي سافر على السياده الوطنيه. ومبدا السياده الوطنيه ده مبدا مستقر عليه في مواثيق او ميثاق الامم المتحده، لكن دأب الاتحاد الاوروبي طوال السنوات الماضيه على التعدي على هذا المبدا الهام اللي هو جوهر واساس العلاقات الدوليه بالاساس. واحنا شايفين ان الاتحاد الاوروبي ومعاه برلمانه منذ كثير من السنوات ليس لهم اي مصداقيه عند العالم العربي، سواء فيما يتعلق بالحريات والديمقراطيه او حتى فيما يتعلق بالتوجهات الاقتصاديه نحو مصر والدول العربيه. دول الاتحاد الاوروبي ما زالوا الرعاه الرسميين لتخريب العديد من الدول، خاصه ليبيا والعراق. دول الاتحاد الاوروبي ساهمت بشكل كبير في محاولات اسقاط العديد من دول المنطقة، وما زالوا حتى الآن هم الرعاة الأصليين والرسميين لتنظيم الإخوان الإرهابي في المنطقة. نعم. وإحنا مع كل بيان بيصدر عن البرلمان الأوروبي بنكون على ثقة من أن كافة القوى الوطنية ستتصدى لمثل هذه البيانات المغلوطة. وبالفعل ده حصل من كافة القوى الوطنية من امبارح حتى اليوم، وبقى في أهمية لمسألة الاصطفاف الوطني في مواجهة مثل هذه البيانات، خاصة بعد افشال مخطط الغرب كاملا، سواء كان الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحده الامريكيه، في افشال مخططهم لتقسيم المنطقه في 30/6/2013 في ثوره الشعب المصري. برضو جاء هذا البيان كسابقيه من البيانات، معتمد على معلومات مغلوطه تتلقاها المنظمات الاوروبيه والبرلمان الاوروبي من منظمات حقوقيه احنا شايفين انها ليست فوق مستوى الشبهات. ايضا كمان مصدرهم بيكون بعض الـ 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 ما يطلق عليهم او يسموا انفسهم بمعارضة الخارج اللي ملهمش اي علاقة بالشأن الداخلي المصري. مثل هذه البيانات في الحقيقة بيكون الهدف منها هو اطفاء الشرعية مزيفة للبرلمان الاوروبي الذي يرى نفسه تاريخيا هو من يمتلك
سق حقوق الإنسان في العالم. محاولة إيجاد دور يعني أيا كان الدعاوى اللي بيتبناها هو بيجد لنفسه دور على الساحة الدولية. عموما الأستاذ محمود دسوقي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على هذه المداخلة وكنت معنا الهاتف، وبينضم إلينا الأستاذ وليد رمالي عضو حزب حماة الوطن. أستاذ وليد تحياتنا يا فندم. طيب يبدو ان الاتصال انقطع مع الاستاذ وليد. عموما مشاهدينا الكرام تغطيتنا دائما متواصله مع حضراتكم على شاشه النيل الاخبار، تابعونا، دمتم في امان الله.